اليوم بدي أقول كلمة وجملة مهمة جدا، هي قانون بحياتي. أنا من يريد يستطيع. اليوم الإرادة ممكن أن تصنع المستحيل، ولكن بحال إن وجدت الإرادة فإن وجد كثير من الأشياء وأكيد إن وجد النجاح. فما بالكم إذا كان هذا الموضوع بيتعلق بالدراسة، بيتعلق بالتفوق، بيتعلق بالاجتهاد. فهذا بيكون موضوع جدا مهم، وفعلا مهم أنه ننوه عليه لحتى كل الناس اللي عم تشوفنا أو عم تسمعنا تكون قادرة على أنه تصنع من إرادة موجودة عندها إنجاز حقيقي لإلها ولأهلها. فاليوم رح نستضيف طلاب متفوقين طبعا بيئة الثانوية الشرعية وبيئة الثانوية النسوية، ولهن فرح صالح وخالد وكيل. وبدنا نقول لكم صباح الخير، ويسعد لي صباحكم يا رب. يسعد صباحك بالخير يا هلا. يسعد صباحكم ان شاء الله. الف مبروك حبيبتي، يبارك بعمرك. هلا كنا عم نحكي اذا عن التفوق وعن الاصرار، يعني شفنا حسام وكمان فرح وخالد ما لهم اقل. فرح يعطيك الف عافيه وان شاء الله الف مبروك بالبدايه. الله يعافيك، تسلمي لي، خلي لي اياك. نحكي عن التفوق، نحكي عن طبعا ما دائما الاشخاص بيختاروا الثانويه النسويه. انت اخترتي هيدا الفرق وتفوقتي فيه، نحكي عن التفوق. اول شيء الفرق كثير حلو. انا اول شيء ما كنت انه رغبتي له، ما كانت انه بدي فوت فيه، بس انسعتي انه الوقت اللي بلشت وفتت فيه انه اللي رغبوني اني ارفوت واخذ وكمل فيه 3 سنين من العاشر البكالوريا. فمشي دخلت فيه وطلعت على المنهاج، لكنته كثير حلو وما انه صعب يعني، وكملت فيه وطلع كثير حلو يعني. والبيتقنوا كثير بينبسط فيه يعني، ما انه صعب. حلو كثير، حلو كثير، يعطيك العافيه. يعني فعلا فرع مميز، وخلينا نقول مثل ما قلتي ممكن يكون مانو يعني مانو صعب، فقادره بتعبك انك توصلي لهون. هلا بدي اسال خالد. خالد اول شيء كيفك؟ الحمد لله. خجلان حاسك هيك شوي؟ تلبيك تمام؟ طيب خالد، هلا النجاح او التفوق هو رحله طويله، فانت من وين بلشت هيك؟ بلش عندك الاجتهاد خلينا نقول. هلا بسم الله الرحمن الرحيم، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كنت راغب انه افوت على الثانويه الشرعيه من وقت ما كنت صف سابع. طبعا رغبني فيها لهالشغله استاذي بالجامعه كان حلو، لكن الاهل ما كانوا راضين. بس بالعاشر والدي كان سافر على حلب، ففتح لي مجال انه افوت على الثانويه. فتت على الثانويه والحمد لله طلعت على المنهاج، وكان منهاج كتير جميل يعني. ما في أجمل من أنه الواحد يتعلم أمور دينه طبعا. والأساتذة هناك يعني كتير ساعدونا، أنه نحن يعني أغلب العالم تطلع من الثانوية الشرعية وقت تكون صف تاسع. أما العالم اللي بتدخل بالثانوية بعد العاشر فبكون عندهم ضعف، فالأساتذة كانوا يساعدوا كتير كتير ويساهموا أنه يتعزز التعليم الديني عند الطلاب. حلو خالد، يعني انت بالتاسع كنت جايب علامات ممكن تفوت فيها عامه، وانت نعم. اخترت الشرعيه. قديم جمع انت بالتاسع؟ 235. يعني هون يا زلمه عم نشوف شاب بالرغم من انه قادر يفوت عامه، وهذا الشيء يمكن الشائع بين كل العالم، لا هو اختار طموحه انه انا بحب الثانويه الشرعيه وفت انا على الثانويه. هو لانه اي شغل الواحد بيختارها بيحبها بينجح فيها. هون ما بعرف اذا فرح بتوافقنا الراي بهذا الموضوع. اكيد اذا واحد له شغف اكيد بده ياخده، ما في بينغصب على اي شيء بده اياه. ممكن بيشتغل اكثر على أكيد حاله. اكيد تعبان حاله، لو ما انه تعبان حاله ما وصلنا لهون. فرح انت كمان كنت كان بحق لك تدخلي عامه ودخلتي ثانويه نسويه، انت اخترتي ثانويه النسويه. أنا اخترت. نحكي عن هيدا الفرع اكثر، يمكن الاشخاص اللي عم تسمعنا ما كثير بتعرف شو في مواد، شو على شو بيركز. خلينا نقول هلا هذا الفرع مثل ما قلت لي قبل انه كثير حلو. ف هلا هو بالسوق اللي حال الحالي هلا هو انه بسوريا كثير عم يطلبوا المهنه اليدويه، سوق العمل اقرب لسوق العمل. ميك اب، تصميم ازياء، خياطه. انه هلا انا اذا بدي انه نجحت، وانه ما بدي كمل اني بس نجحت، لا انا اكيد بدي كمل طموحي، بدي كمل هدفي. فبدي كمل هدفي بشيء انه اذا انا ما باخذ مهنه يعني. حلو. اذا ما كملت باخذ مهنه انه بعمل بصمم تصاميم ازياء، خياطه، بعمل قطع، كروشيه، تطريز. هلا هو ما انه بس نظري، هو في نظري وعملي. كمان في غير هدول المواد النظري تبع الرياضيات، وانا درستها كلياتها يعني، هي صعبه بس هدفي أدل. بدي اوصل له. حلو كثير فرح. يعني مباشره بيصير في خلينا نقول سوق العمل تواصل مباشر يعني. حلو كثير. هلا هون خالد بدي اسالك، يعني التفوق بده دراسه اكيد، بده دراسه ودراسه كثير للامانه يعني. بس هون بقى بدنا نسالك انت شو الخطه اللي حطيتها لحتى قدرت تتفوق يعني خلال فتره دراستك بهي السنه؟ هلا اول شيء لازم الواحد اذا بده يتفوق بده ينظم وقته. كيف مثلا؟ تحكي لي يعني ينظم وقته بين دراسه وقت المدرسه. مثلا افرض في ناس عندهم يكون شغل وقت الدراسه،
فبينظموا وقتهم بين الشغل والدراسة أو وقت المدرسة أو يعني الأعمال اليومية بالبيت أو كذا. أو كيف تقريبا مدة الدراسة أنت كخالد مدة الدراسة اللي كنت تدرسك اليوم قد إيه؟ أنا هلا آخر شهر الواحد دائما بيجتهد يعني بصير إنه بده يحاول قدر الإمكان أيوة يعني قرابة 12 ساعة لازم آخر شهر يعني كحد أقل شيء إذا واحد ناوي يتفوق. أما سابقا يعني 6 ساعات 4 ساعات. حلو. فينا هون نحن نمارس الهوايات. يمكن بيقول يمكن دائما المتفوقين ما بيكون عندهم هوايات، المتفوقين كل وقتهم درس. خالد اللي قد هيدي المعلومه صحيحه ولا لا؟ انا فيني اعيش حياتي طبيعي ولكن انا بشويه تنظيم للوقت قادر اني اتفوق. اكيد لا، هالحكي غلط. المتفوقين اكيد بيكون عندهم هوايات. يعني نحن رغم انه منظمين وقتنا على الدراسه لكن نحن اكيد بنروح مشاوير مثلا لعب طابه او سباحه او اي شيء ثاني يعني. حلو كثير. هلا هون بدي اسال فرح، دائما مثلا انا على سبيل المثال عم بدرس، يعني انا درست ادبي فاكثر ماده كنت احبها هي اللغه العربيه، فانا هي اللغه العربيه بعطي كل طاقتي للغه العربيه، بتفوق فقط باللغه العربيه يعني لانه هي شغفي. او انت هون يعني كماده اكثر ماده بتحبيها تفوقتي بس فيها ولا لا تفوقتي بكل المواد؟ لا تفوقت فيهم كلهم. كلهم اكثر ماده بتحبيها؟ تصميم الازياء. تصميم الازياء. حلو. كانت علامتك فيها قد ايه؟ كان ناقصني فيها 4 علامات على التامة. حلو برافو. يعني هلا نحن عندنا مستقبل لمصممة ازياء فرح. اكيد. لا حلو انك يعني هذا الطموح جميل جدا. حلو انك تقول اني انا لا انا بعرف ارسم. اي نظام ما احسن ما اقول يا ريت بعرف ارسم. صحيح. انت من صغرك بتحبي الرسم ولا كيف؟ حلو. انا بتقن المهنه وبعلم رفقاتي اللي جايين بعد مني احسن هيك بينبسطوا مني كمان. طبعا. خالد شو اكثر ماده، خلينا نقول شو اكثر ماده انت بتحبها، شو كانت اكثر ماده قريبه على قلبك؟ والله مادتين، ماده الفرائض اللي هي مواريث يعني وماده اللغه العربيه. حلو. كان الاستاذ يعني يجتهد كثير كثير انه يعلم الشباب الاساسيات بالماده. حلو. حتى انه يعطينا مثلا شغله لحفظ الشباب ما حفظوا يرجع يعيدها للدرس القادم يقول لهم احفظوها، يركز عليهم. حتى بالبكالوريا الشباب كلياتهم يعني ما نقصت علامتهم بالفرائض من 170 لفوق من 200 كلهم كانوا علاماتهم عاديه. طيب خالد، بالنسبه لموضوع الالتزام بالدراسه اليوميه والمتابعه اليوميه للشيء اللي بناخذه بالمدرسه، قديش مهمه هي النقطه؟ والله كثير مهمه. هلا نحن من ناحيه المدرسه كان بتوجيه من فضيله الشيخ الدكتور وزير الاوقاف محمد عبد الستار السيد، وجه مدراء الاوقاف انه يهتموا بالتعليم الشرعي. ما انه كشكل عام، لا بشكل خاص كل طالب بيطالبه. حلو. يهتموا فيه، انت شو عم تدرس، انت كيف دراسة. يعني طالب ما كتب وظيفته او طالب كذا او ما يعاتبه، يحفزوه بزيادة. فمثلا مدير الاوقاف الشيخ محمد عليو كان يعمل لنا جوائز تشجيعيه كل اسبوع، الطالب الاول على الشعبه بيطلع بكرموه. حلو. على مستوى المدرسه. فهالشغله بتحفز الطالب. صحيح. انه يتفوق بالدراسه. صحيح. دائما التشجيع مهم سواء من المدرسه سواء من الاهل. نحكي عن دور الاهل فرح بي. طبعا دائما الاهل هم الداعم الاساسي رح يكون. أكيد. البيئه الحاضنه خلينا نقول. اكيد الاهل ما في منهم، انا لولا اهلي ما وصلت لهون. يعني بهدي نجاحي لبابا وماما، هن اللي وقفوا معي بكل خطوه. حتى وقت الزلزال انا وقت اللي انه ما كنت حنن انه كملي ونحن معك شو ما صار، نحن انه اي شيء نحن معك. حكينا عن اللحظات الاولى لما اخذتي هيك عرفتي العلامه، اهلك، احكي لنا عن هيدي اللحظات. دائما هيدي اللحظات بتنطبع بالذاكره. لحظه ما بتنوصف كثير حلوه. صحيح. يعني وانا انبسطت، اهلي بيفتخروا فيي وانا بفتخر باهلي اكثر لانه انا لولا اهلي ما وصلت لهم. صحيح. وكل الشكر والتقدير لماما. حلو. انا والله ما وصلت لهم. يخلي لك اياها ويخلي كل الامهات فعلا اللي بيقدموا دائما لاولادهم بيفرحوا اكثر مننا. صديقي والله بيفرحوا اكثر مننا وقت تطلع النتيجه. طيب فرحون، بدي اسالك، دائما الطلاب بيصير في عندهم بهي المرحله من اللي هي وحتى خالد بدي اسالك نفس السؤال، بيصير في عندهم كوارث طبيعيه نفسيه، يعني ضغط نفسي كثير كبير من قبل الاهل، بصير بيتذكروا شغلات، بصير بيخافوا من شغلات. كيف عشتي هي التجربه مع الحاله النفسيه؟ هلا تخطيتها، اجباري بدي اتخطاها والا. احكي لنا، معلش احكي لنا تجربتك. يعني مثلا موقف صار مثلا على سبيل المثال ينذكر وما ينعاد، موقف الزلزال، كيف تخطيتي مثلا هي المرحله؟ تخطيتها انه انا بدي اوصل لهدفي، هدفي بدي اوصل له كيف ما كان، واهلي ساعدوني بهذا الشيء انه نحن معك
كملي. الدعم هون الدعم الأهل. الدعم النفسي، الدعم اي شيء يعني. واكيد انساتي ما تركوني كل الشكر وتقدير للانسي سارة عبود ولكل انسات الانسي سارة عبود انه هي كملت معي اي شيء بدي اياه بالخياطه وهذا انا معك انه اسالها هي تجاوبني، ما انسى ارجع اسالها ترجع انه تجاوبني كانت معي كل خطوه. وخالد نفس السؤال، كيف تتخطى كنت الظروف النفسيه القاسيه والظروف هيك اللي مرينا فيها يعني؟ هلا هي صعبه صحيح، ظروف صعبه بس نحن لازم نتخطاها مثل ما قالت فرح، لاني اذا ما تخطيناها ما راح نوصل للهدف. صحيح. متى ما واحد حط هدف قدامه وعنده همه لينفذ هالهدف بيوصل له. صحيح. لا نحن وقت الزلزال كان يعني اهلي جنبي يقولنا دروس كذا، طبعا رغم انه هيك واحد وقت الزلزال ما عاد له نفس للدراسه بشكل. صحيح. عام ما عاد له نفس انه بدي اقعد هسه ادرس وخايف انه ما يصير شيء او هيك. فحتى اساتذتنا بالجامع واساتذتنا بالمدرسه صاروا يجيبونا يقول لنا تعوا اخر السنه، صاروا يقول لنا تعوا نعطيكم هسه دروس، صاروا يعطونا دروس مكثفه نوع من المراجعه. ايوه لكان ما انه تركونا انه خلص اخر شهر لا في عطله بالمدرسه بيكون. صحيح. فانا لا صاروا يجيبونا ويعطونا هسه دروس، يعملوا لنا تسامع. طبعا كله الله يجزيه خير مدير المدرسه الشيخ مصطفى ديب كان دائما يعملنا تسامي ويحط العلامات ويزيعون بحس انه الطالب يحس حاله انه انا بجو امتحان حلو. صحيح. ما دائما يمكن الاراده والدعم هي الاساس لتخطي اي عقبه نحن عم نوقع فيها. فرح شو بدنا ندرس؟ شو بدنا نعمل هلا بعد ما نجحنا وقلتي انت انا ما بس تفوقت بدي وقف بدي كمل؟ أكيد شو الطموح عندك هلا؟ انا شو بدنا ندرس بالجامعه؟ انا عندي طموحات كثير، يعني طموحي كبير كثير. تفضلي. طموح اني بصير انسي علم البنات اللي بيجوا بعد مني. حلو. لانه هلا بالنسبه لي بشجع كل بنت بيطلع لها فرع فني ولازم انه تاخذه تفوت على الفرع تدرسه. لانه صار له مجال واسع كثير بسوريا انه كثير عم يهتموا فيه، قبل ما كان في اهتمام، هلا بعد هالشيء اللي صار صار كثير له كثير اهتمام بالقسم، كثير اهتمام بالقسم. حلو كثير. يعني فرح بعد فتره اللي هي الدراسه الجامعيه وين بتشوفي حالك عم تدرسي او شو بتشوفي حالك عم تشتغلي؟ اكبر مصممه ازياء ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وخالد نفس السؤال، شو وين بتشوف حالك؟ شو بدك تعمل ان شاء الله؟ بدي ادخل اللغه العربيه واخذ شهاده دكتوراه ان شاء الله فيها. ان شاء الله ان شاء الله بركي بنعلم الطلاب اللغه العربيه على اساسها، مو نتعلم شغلات وننسى شغلات. حلو. ان شاء الله يا خالد بنشوفك احلى اكبر دكتور باللغه العربيه. خالد وكيل بدنا نرجع نقول لك ان شاء الله الف مبروك، متفوق بالثانويه الشرعيه. وكمان فرح ان شاء الله الف مبروك يا رب، ونشوفك اكبر مصممه ازياء، وان شاء الله الف مبروك مره ثانيه فرح صالح متفوقه بالثانويه النسويه. الله يبارك فيك ويخليك. شكرا كثير لوجودكم، وفعلا هيك ان شاء الله الف مبروك لكم ولاهاليكم ولكل محبينكم. ان شاء الله يا رب يعني نشوفوكم هيك بالمكان اللي انتم بتتمنوا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب.